بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا لغايه متى 17 في نهايه قصه التجلي عدد 8. افكركم بسرعه في تجلي ربنا يسوع له المجد. ظهر موسى وإيليا عشان يبان ان المسيح له المجد، مسيح الكل وإله العهدين، رب الأنبياء ورب الرسل. وموسى يمثل التوراة، إيليا يمثل الأنبياء، وكأنه ربنا بيقول مش هتفهموا التوراة والنبوات إلا من خلال تجسدي، من خلال ربنا يسوع له المجد. السحابة اللي جت ضللتهم إشارة إلى حضور الله، والصوت اللي خرج هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، إعلان عن لاهوت الابن. وقلنا قبل كده أنه حدث التجلي بالذات كان لإظهار لاهوت ربنا يسوع له المجد، لأنه الآية اللي بدأ بيها فصل التجلي: من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. يقول: ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا، فجاء يسوع ولمسهم وقال: قوموا ولا تخافوا. قدام مجد التجلي ومنظر موسى وإيليا التلاميذ طبعا كانوا مرعوبين، إنما ربنا يسوع لمسهم وقال لهم: قوموا ما تخافوش، أنا هو هو. وده يورينا أنه إحنا ما نحتملش مجد المسيح له المجد دلوقتي طول ما إحنا في هذا الجسد. يعني ربنا يحب يظهر لنا، لكن إحنا ما نقدرش نحتمل بهاء مجده. فعلى قد ما نتنقى ونرتفع ونبقى عايشين في روحانية يكشف لنا بصيص من مجده كده على قد ما نقدر، إنما لما نخلع هذا الجسد نبقى أكثر قدرة على التمتع بمجد ربنا وبهائه. برضو حكاية جاء ولمسهم إشارة إلى تجسد أن ربنا يسوع له المجد، جه في الجسد عشان يلمسنا بإيده وعشان يربطنا به، ويبقى سر القيامة وسر عدم الخوف: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. يعني هم كانوا منطرحين على الأرض مش قادرين يبصوا، فيبدو أن وشهم جه في الأرض، وبعدين لما ربنا يسوع لمسهم رفعوا وشهم فلقوا ان المنظر خلص، ولقوا المسيح له المجد زي ما كانوا سايبينه قبل ما يناموا، لقوه في توبه القديم البسيط، واطمنوا انه يعني الهيبة العظيمة بتاعت التجلي خلصت. لم يروا احدا الا يسوع وحده. ده معناه ان لما الواحد يقف كتير في حضور ربنا أو يقف في عشرة الأنبياء يقرب من الكتاب المقدس، أو يقف في عشرة الرسل يقرب من العهد الجديد وأسراره، يوصل إلى حالة لا يرى إلا يسوع وحده. ما هم الأنبياء بيتكلموا عن المسيح، والرسل بيتكلموا عن ربنا يسوع، والإنجيل كله بيتكلم عن ربنا يسوع، والصلاة كلها موضوعها ربنا له المجد. لما تعدي وقت في الصلاة، في الخلوة، في التأمل، في القراية، كل ده يخلي عينيك تتعود تشوف ربنا، إلى أن تصل كما كان يصل القديسين أنك لا ترى إلا يسوع وحده. عارفين لما واحد يبص في الشمس في عينيه تزغلل، وبعدين ينزل عينيه من على الشمس يلاقي الشمس لسه في عينيه معلقة معاه، مش عارف يشوف حاجة، الحكاية كلها بقت حمرة زي الشمس. هو ده المعنى، أن لما تكسر التأمل في ربنا والصلاة عينيك تتعود على حضور ربنا، تلاقي ربنا في الطبيعة وتلاقيه في الناس وتلاقيه في الظروف وتلاقيه في الأحداث، تبقى محاصر بربنا. لم يروا أحدا إلا يسوع وحده. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. برضه هنا الواحد يسأل: طب يا رب أنت كشفت لهم مجدك، دلوقتي لازم يثبتوا
بمنتهى الجرأة قدام كل الناس ان ربنا يسوع ده اله حق من اله حق، ما هواش نبي عادي ابدا. انما ربنا يسوع قال له ما تقولوش لحد. ليه ما تقولوش لحد؟ لان ربنا يسوع مش عاوز يعطل صليبه. لو الناس كلها سمعت القصة يمكن ده يعطل المؤامرة بتاعت اليهود واحداث الصليب. وربنا قال الى هذه الساعة قد اتيت. كمان ربنا عاوز يخلي اكتشاف لاهوته معلن للكل بعد خبر قيامته. يعني ان كان التجلي شاهد قوي جدا على لاهوت المسيح ومجده، فان قيامة المسيح من الموت هي اعظم شاهد على لاهوته. فربنا يسوع قال له ما تقولوش لحد لغاية لما يقوم ابن الانسان من الاموات، ساعتها تبقى الشهادة شهادتين، تقولوا ده قام من الأموات إذن هو إله حقيقي. ومش بس كده، ده احنا كنا على الجبل معاينين عظمته. ده التعبير اللي قاله بطرس الرسول بعدها بسنين وهو بيحكي عن التجلي في رسالته، بيقول كنا معه في الجبل المقدس وكنا معاينين عظمته، شفنا مجده وشفنا عظمته. فربنا قال له ما تستعجلوش في الكلام، لا تعلموا أحدا. برضه يقولوا الآباء إن لو ربنا اداك نعمة وخدت كده إحساس بحضوره حلو، أو يعني حسيت إنك قربت منه زيادة، ما تستعجلش وتقول للناس. يجوز لما تحكي للناس تفقد جمال الخبرة دي والإحساس ده. خلي سرك مع ربنا. ما هو ربنا لو كان عاوز كل الناس كان خدهم كلهم الجبل. هو اختص بطرس ويعقوب ويوحنا. يتمتعوا انتوا بقى بربنا، ولما يجي الاوان تحكوا نحكي. لكن ما تستعجلش في الكلام عن خبراتك مع ربنا، لانه ده ممكن يفقدك العلاقه وسريتها. بينك وبين ربنا اسرار. يعني واحد ينفع يحكي عن علاقته مع زوجته او مع اخوه لكل واحد، دي حاجات شخصيه. علاقتك مع ربنا لا تقل سريه عن علاقتك بأقرب الناس ليك، وبالتالي لازم تكون موضوع أسرار. عارفين زي ما الزوج يزعل ان مراته تحكي عن كل اللي بيحصل في بيتهم، كأن ربنا يسوع بيقول ليه اللي بيني وبينك تقعد تحكي للناس؟ مش ده بيني وبينك، انا بحبك انت وانت بتحبني، وخلي اللي بيننا أسرار. زي ما قال يدخل مخدعه ويغلق بابه ويصلي لأبوه وأبوه الذي يرى في الخفاء يجازي على نيه. لما التلاميذ شافوا إيليا تعجبوا. ليه؟ هم طبعا عرفوه يجوز من منظره، لأن إيليا كان له منظر ناسك متوحد، رجل الجبال كان مشهور في منظره، ويجوز من كلامه، ويجوز ربنا يسوع ندى باسمه. وموسى برضو عرفوه من بهاء وشه، وش موسى كان منور، ويجوز لأنه كان كات ماسك الشريعة في إيده زي ما بتترسم في الأيقونات كده عشان إحنا نتعرف عليه. وبرضه يمكن ربنا يسوع ندى باسمه يا موسى. ومن الحوار اللي دار بينهم التلاميذ ميزوا إن ده موسى وإليه، أو إن الروح القدس كشف لهم من اللحظة الأولى إن هو ده موسى وده إليه. لما شافوا إليا افتكروا النبوة المشهورة اللي موجودة في العهد القديم إنه يأتي إليا قبل مجيء يوم الرب العظيم. في نبوة كده في آخر ملاخي، وملاخي ده آخر الأنبياء، آخر أسفار العهد القديم، بيقول إليا هيجي قبل مجيء يوم الرب العظيم. فهم قالوا الله يبقى كده يوم الرب العظيم وصل، ما ده إليا هو. فسأله تلاميذه قائلين لماذا يقول الكتب إن إليا ينبغي أن يأتي أولا؟ هنا برضو تلاحظوا من السؤال ان هم مش ناس قارئين ودارسين، هم بيسمعوا من الكتب. يعني احنا عارفين انها نبوة مكتوبة في ملاخي، انما هم تناقلوها عن الكتبة، لان دول ناس بسطة، الصيادين دول الرسل مش حافظين كتير ومش مذاكرين يعني. فقالوا طب ليه بيقولوا لنا الكتبة ان ايليا ينبغي ان يأتي اولا؟ طب انت جيت يا رب وابتدينا نعمل معجزات معاك وما جاش إليا قبل منك ولا حاجة، احنا يا دوب شفناه لأول مرة دلوقتي.
فأجاب يسوع وقال لهم إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، لأن النبوة كانت كده في ملاخي بالضبط، يقول يأتي إيليا ويرد كل شيء، يرد قلوب الآباء إلى الأبناء والخطاء والعصاء إلى فكر الأبرار، يعني يعدل دماغ الناس، يفوق الناس، يرجع الناس من كبريائها إلى اتضاع الأطفال. ده دور إيليا، النبوة كانت بتقول كده. فأجاب يسوع وقال لهم إن إيليا يأتي أولا طبعا ويرد كل شيء، ولكني أقول لكم أن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا، كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان. يبقى النبوة كانت ما تقصدش إيليا في شخصه، تقصد شخص بروح إيليا وقوته. ده التعبير بقى اللي ذكره العهد الجديد، روح إيليا وقوته. يعني كما كان إيليا شخص ناري روحاني عميق ناسك متوحد جبار بأس محدش يقف قصاده ما بيخافش من الموت، هز الدنيا كلها بكلامه، كان يوحنا المعمدان كده، هز هيرودس وهز الناس كلها وخلى الناس تطلع طوابير تتوب وتتعمد، والناس كلها خافت من الخطية، وكان كلامه ناشف معاهم بس بطريقة روحية، والناس كلها قلبها ارتجف قدام كلمات يوحنا. عشان كده حتى في أشعياء يسميه صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب اصنعوا سبل مستقيم. إذن النبوة بتاعت يأتي إيليا أولا قبل مجيء يوم الرب العظيم تنطبق على مجيء يوحنا المعمدان. وسبق وتكلمنا في إنجيل متى عن شهادة المسيح ليوحنا المعمدان أنه أعظم مواليد النساء، وأنه أعظم من نبي، وأنه هو ده الذي يتقدم الطريق أمام الرب بسبب عظمته وروحياته واتضاعه ونقاوته. ربنا اختاره يبقى هو آخر الأنبياء واللي يتقدم الطريق قدام المسيح عشان يجي ورا منه ربنا له المجد. يقول إيليا قد جاء ولم يعرفوا، بل عملوا به كل ما أرادوا. يقصد يوحنا المعمدان مسكوه في الآخر موتوه، هذه اللي استفادوا من يوحنا. كلمة إيليا جاء ولم يعرفوا تورينا بعد كده المعنى اللي قصده في الآية اللي بعدها، كذلك ابن الإنسان أيضا. يعني إيه كذلك؟ كذلك ابن الإنسان أيضا قد جاء وأيضا إيه لم يعرفوه. ما هما يوحنا المعمدان جه وهو ده إيليا السابق أو المتقدم للطريق أو الملاك الذي يتقدم الطريق والشخص الناري اللي يرجع الناس للتوبة، إنما الكتب والفريسيين رفضوه وهيرودس قتل. كذلك ابن الإنسان أيضا. في نبوات كثيرة قوي عن المسيح وواضحة وضوح الشمس، وأي يهودي تقي لازم يمسك في المسيح بإيده وإسنانه ويقول هو ده المسيح اللي احنا مستنينه. إنما بسبب العند والكبرياء لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، كذلك ابن الإنسان أيضا لم يعرفوه. سوف يتألم منهم، يعني اللي حصل في إيليا أو يوحنا المعمدان ما هو هيحصل شبهه في ربنا يسوع برضه. إن كان هيرودس قطع رقبة يوحنا المعمدان بالسيف، فبرضه هيرودس سيتآمر مع بيلاطس مع الكتبة مع الفريسيين وهيصلبوا المسيح. فربنا يسوع له المجد رد على سؤالهم عن إيليا، قال لهم إيليا جه، بس هم اللي ما بيفهموش ومش عاوزين يميزوا إيليا. كمان وجود إيليا في التجلي مع موسى النبي إشارة واضحة إلى اكتمال النبوات. يعني كل العهد القديم يكتمل في العهد الجديد. موسى جاي يقول هو ده اللي أنا اتكلمت عنه وقلت استنوا، إيليا جاي يقول هو ده اللي احنا كنا بنشاور عليه ونقول هو ده المخلص أنا وكل إخواتي الأنبياء. فموسى وإيليا يحتفلوا بمجيء المسيح على الأرض كمخلص للعالم كله، وبالتالي بيقلبوا صفحة العهد القديم عشان يتفتح صفحة العهد الجديد. ولما جاءوا إلى الجامعة تقدم إليه رجل جاثيا له. هم نزلوا من الجبل
وهو ربنا يسوع ومعه ثلاث تلاميذ، فلقى راجل جاي له جري كده جثى قدامه، يعني ركع قصاده وقائلا: يا سيد ارحم ابني فانه يصرع من الصرع، يصرع ويتالم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، واحضرت الى تلاميذك فلم يقدروا ان يشفوا. مسافة ما غاب ربنا يسوع له المجد مع تلاميذه الثلاثة على الجبل، يبدو في اليوم اللي قبلها ويعتقد أنه قضى الليل في الجبل والتجلي كان بالليل، أو يعني خدوا فيها ليلة كاملة. فيبدو في غياب ربنا يسوع له المجد الراجل ده جاب ابنه وقدمه لبقية التلاميذ التسعة، هم 12، والتلاميذ واخدين سلطان إخراج شياطين وصنع معجزاته، إنما المرة دي ما عرفوش يطلعوا الروح الشرير من الوالد. طبعا دي بقت مسكت عليهم وبقوا إيه في عينين الكتب والفريسيين، فشلوا لأول مرة في إخراج شيطان. ما كانش بيحصل كده، كانوا يرجعوا يقولوا للمسيح: حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. المرة دي لم تخضع. فعشان كده بيقول: أحضرت إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوا، وبيقول يقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء. طبعا يعتقد أن الصرع هنا مش مجرد مرض صرع عادي، لا، هنا نتيجة الروح الشرير اللي ساكن الإنسان، فبيجيب له حاجة شبه الصرع. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل غير المؤمن الملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي ها هنا. إيه سبب عتاب المسيح للناس؟ الرجل غصب عنه متألم لأن ده ابنه ومريض، وقالوا له وديه للتلاميذ، وديه للتلاميذ، التلاميذ بيعملوا معجزات، مرة دي ما عرفوش. إنما هو الرجل ده أصله جواه تشكك، هيبان من الكلام الراجل ده مش عندوش ثقة. هو جابه زي ما قالوا له خلاص، لكن هو مش مصدق. ولما فشل التلاميذ في إنقاذ الولد زاد شكه، فجاي كده وهو مش متحمس. وفي نفس الوقت لقى كل الكتب والفريسيين ما صدقوا، شمته في التلاميذ وقالوا هم مش بيعرفوا ولا حاجة، وظهر كل المعجزات بقى كلها تمثيلية بقى، والمرة دي هي الحقيقة، وابتدى يطلع الشك في قلوب الناس كلها. فلأن الناس نسيت كل المعجزات ومسكت في المعجزة الوحيدة اللي ما حصلتش تشككت، ربنا يسوع صعب عليه، قال لهم: أيها الجيل غير المؤمن. هو عشان مرة واحدة ربنا ما يستجبش بسرعة، الواحد يشك. طب وكل المرات اللي ربنا استجاب فيها فين الإيمان اللي وراها؟ ساعات يحصل معانا كده مرات كتيرة ربنا يستجيب، ويستجيب بسرعة وبشكل واضح أقرب إلى المعجزات، مفروض الواحد يبقى إيمانه يهز جبل. ومرة ولا كل فين وفين ربنا ما يرضاش يستجيب لحكمة ما، أو يتأخر في الاستجابة، تلاقي الواحد مخه بيودي ويجيب، يكونش ربنا نسيني، يكون اللي أنا فيه ده كله مش حقيقة. طب انت هتنسى كل الحلو وتمسك في الحتة دي؟ ما لازم وراها حكمة. هنا: أيها الجيل غير المؤمن والملتوي. الملتوي ليه؟ يعني هو مش جاي صريح الأب يقول له: أنا بصراحة شاكك فيك، إنما ما عنديش حيلة غيرك. هو جاي يستعطفه وقلبه مش مرتاح قوي، مش نقي من جهة ربنا يسوع، متغاظ منه، متغاظ من تلاميذه، متغاظ من التجربة. وفي نفس الوقت بقية الفريسيين واقفين يتفرجوا، مش عشان يشوفوا المعجزة، عشان يثبتوا عجز المسيح، عاوزين يقولوا وكمان المسيح ما قدرش. هنا في التواء، يعني القلب هنا غير نقي، مش ناس جاية ببساطة تمجد ربنا وتشوف عمله، دول ناس جاية بغرض، عاوزين يمسكوا على المسيح حاجة عشان يقولوا المسيح بتاعكم ما بيعرفش يعمل معجزات. إلى متى أكون معكم؟
إلى متى أكون معكم؟ معناها أنا موجود وسطيكم وشايفيني بعينيكم وبعمل كل يوم بدل المعجزة معجزات ولسه إيمانكم ما تحركش خطوة. طب هفضل لإمتى معكم؟ مفروض تصدقوا كل اللي شفتوه لسه مش مصدقين؟ مرة واحدة يحصل كده تتشككوا؟ إلى متى أحتملكم؟ أحتملكم ليه؟ الواحد لما ربنا ما يسمعلوش يتزمر ويتخانق ويزعل ويقفش. طب يعني ربنا استجاب كتير قوي، تيجي في المرة دي بس تزعل؟ إلى متى أحتملكم؟ كأن عدم الإيمان شيء تقيل على ربنا، يعني ربنا بيستحمل مننا عدم إيماننا. لما الواحد يجي متشكك ويجي كده معترض أو يجي ربنا متذمر، ده شيء مزعج يعني وتقيل على ربنا. إلى متى أحتملكم؟ قدموه إليها هنا. طبعا ربنا له المجد، مش هيهرب من اللقاء ده، عاوز يثبت لهم طبعا هو رب الكل وإله الكل. بعض المفسرين مالوا أنه يجوز هذا التوبيخ أيضا كان مقصود به التلاميذ نفسهم كمان. ليه؟ ساعات التلاميذ يكونوا من كتر ما عملوا معجزات بقوا يعملوها بدون روح الصلاة، بدون الصوم والصلاة، من كتر ما حبوا فكرة بقى ان احنا نحط ايدينا ونقول كلمتين والشيطان يطلع، بقت الحكاية سهلة. فحب يحسسهم في مرة، لا دي معركة مع الشيطان، دي عاوزة صلاة وصوم على طول، دي عاوزة ايمان قوي. يا تلاميذ انتوا لغاية دلوقتي ما فهمتوش، الى متى احتملكم؟ انا علمتكم ازاي تغلبوا الشيطان وديتكم سلطان، بس مش في الاخر عشان تستهينوا بيه. الى متى اكون معكم؟ بكرة انتوا يا تلاميذ هتبقوا لوحدكم مع الناس وهتقوموا بالمهمة لوحدكم، فالى متى احتملكم والى متى اكون معكم؟ الدور بعد كده عليكم انتم. قدموه الي ها هنا، فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان. تعرفين زي ما حكاها القديس لوقا، اول ما جابوا الولد، الولد اتمرخ في الارض زياده وتخشب وبقى زي الميت، وربنا يسوع سال الراجل وقال له بقى له قد ايه، فالراجل بقى حس ان ربنا يسوع بقى متعاطف، فقال له ده من صغره ويا مرمى في الميه ويا مرمى في النار، ولو كنت تقدر على حاجه اعمل، حتى التعبير اللي قاله يدل على شك، لو كنت تقدر على حاجة اعملها خلاص. فربنا يسوع ساعتها قال له أتستطيع أن تؤمن؟ كل شيء مستطاع للمؤمن. فهنا قال له بقى الكلمة المشهورة، أؤمن ولكن أعن إيه؟ عدم إيمان، أعن عدم إيمان. فبان القلب غير المؤمن اللي بيتكلم عنه المسيح، أعن عدم إيماني. أنا يريت أعرف أصدق كده، مش عارف أثق تماما فيك، مش عارف، أنا ملياش غيرك ألجأ له، بس ما عنديش الإيمان اللي خليني أقول هي هتتحل عندك، مش عارف أقولها. للأسف قلبي أضعف من أنه يقول كده. إنما ربنا يسوع تحنن على هذا الرجل، فانتهر يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة. هنا بقى التلاميذ بصوا الموقف، طلعوا هم اللي مش قد الحكاية. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد، على انفراد بقى، وقالوا لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ طبعا على انفراد مفهومة، ليه؟ ما يصحش بقى يقول لهم أنتوا مقصرين وأنتوا قدام الناس. فلما ربنا يسوع كده الناس اتفكت عنه، خدوه على جنب وقالوا له إحنا المرة دي معرفناش نطلعه ليه؟ ما إحنا بقالنا مدة معاك بنخرج شياطين ومفيش حاجة بتعصلك معانا. فقال لهم يسوع لعدم إيمانكم، وده يؤكد أن التوبيخ ممكن يكون للتلاميذ كمان، قال لهم أنتوا إيمانكم على كده مش كفاية. طب يا رب دول تلاميذك، دول أقرب ناس، دول أكتر ناس شافوا معجزات، دول وزعوا الخمس خبزات، دول شافوك ماشي على المية والبحر، دول عملوا معجزات بأيديهم، لغاية دلوقتي بتقول عليهم عديم الإيمان؟ لعدم إيمانكم. ايه الايمان اللي انت تقصده ده يا رب؟ ايه الايمان اللي انت مستنيه؟ حتى ان التلاميذ بعد ده كله لسه بتقول عليهم عديم الايمان او قليل الايمان، وإحنا هنروح فين؟
فهنا قال لهم لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع لعدم إيمانكم. يبقى الإيمان درجات. التلاميذ عندهم إيمان طبعا، بس مش كفاية للمعركة دي. دي كانت معركة صعبة شوي، ده شيطان معصلك شويتين. طب ومال في شياطين في عالم الشياطين في رتب ومراكز برضه. في نفس الوقت المشاكل درجات والتجارب درجات والأيام الصعبة درجات. كل درجة لها الإيمان بتاعها. فيجوز احنا كلنا نطبق علينا الحتة دي، قليل الإيمان عديم الإيمان، لأن في حاجات ننجح فيها وفي حاجات ندخل فيها ما ننجحش، نلاقيها أعلى مننا ما عرفناش نوصل للمستوى ده لسه. فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فانتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. كل مرة الواحد يقرأ الآية دي يقول يعني لغاية دلوقتي ما جبناش إيمان حبة الخردل. عندنا إيمان بس مش طايلين لسه مستوى حبة الخردل. حبة الخردل دي زي السمسم، صغيرة، حاجة صغيرة قوي. الإيمان اللي من النوع اللي ربنا عاوزه ده إيمان غالي جدا، زي الجواهر. عارفين الجوهرة الصغيرة تلاقوها غالية. فالإيمان الثمين الحقيقي غالي جدا. يبان أنه صغير يعني بسيط في معناه وشكله، إنما يهز جبال. مش محتاج عقل ومش محتاج فلسفة ومش محتاج خبرات ومش محتاج إمكانيات، إنما الإيمان ثقة، ثقة عمياء في الله. يتأخر ما يستجبش، يرد عكس ما طلبنا برضو واثقين فيه، يعمل اللي هو عاوزه برضو متأكدين انه بيعمل الصح، يأدب يرخي شايفينه بيعمل احسن حاجة برضو. هو ده الايمان اللي مستنيه ربنا. انما معنى ان انا اطلب مرة ربنا ما يسمع ليش يبقى نزعل، لا، يبقى لسه ما دخلتش في الايمان بتاعنا. ايمان حبة الخردل مش كده. ايمان حبة الخردل معناه ان ربنا عارف بيعمل ايه، واحنا زي العيال سايبينه يعمل اللي هو عاوزه ومتأكدين تماما انه بيعمل احسن حاجة. هو ده الايمان. ما اسهل ان ربنا يفك المشاكل كلها ويحل كل الصعاب اللي قصادنا، لما ربنا بيعملش كده. احنا واثقين انه هو شايف الصح وبيعمله، يتأخر براحته ويستجيب براحته، المهم في الاخر نفضل في ايديه. فيقول هنا لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فانتقل. إيه هو الجبل؟ يجوز لهذا الجبل ربنا يسوع شاور على جبل قصاده، ويمكن معناها جبل التجلي اللي كانوا عليه. يقول عارفين لو كان عندكم إيمان زي حبة الخردل كنت قلت يلا يا جبل من هنا تعال ادخل هنا جوه القلب فانتقل. الليلة بتاعت التجلي دي ليلة طبعا فريدة جدا. ناس شافت المسيح في مجد وشافت السماء بقى وشافت الأنبياء. لو عندكم إيمان زي حبة الخردل تقولوا يلا الجبل كله بتاع الأسرار ده ينتقل من مكانه ويدخل جوه قلبي، ونبقى عايشين السماء وإحنا لسه على الأرض. ده الإيمان بتاع حبة الخردل. أو يقصد به الجبل المشاكل اللي ملهاش حل. في مشاكل كتيرة قوي تلاقوا الناس تقول مفيش فايدة، ملهاش حل. في خطايا تبدو كالجبال، طباع أو عادات سيئة واقفة في حياة الناس زي جبل، حاجة ملهاش حل عند حد، لا دكاترة تقدر ولا حد يقدر. طب وانت فاكر ان الحاجة دي ملهاش حل على طول؟ لا، دي عاوزة إيمان حبة خردل. حبة الخردل تنقل الجبال، تبقى خطية متأصلة. كل الناس قالت مفيش فايدة، ويجي اليوم اللي تلاقي الشخص ساب الخطية وبقى زي الفل. ما هو ده الإيمان. يبقى مشكلة كل الناس تقول ملهاش حل، ويجي اليوم بالإيمان اللي تتحل وتبقى أحلى ما يمكن. هو ده الإيمان. عشان كده يقول لا يكون شيء غير ممكن لديكم. العجيب ان الآية دي اتقالت على ربنا، قال ليس شيء غير ممكن لدى الله. في آية تقول كده ليس شيء غير ممكن لدى الله.
دلوقتي بيقول لا يكون شيء غير ممكن لديكم. معناتها ايه؟ ان بإيمانك كل ما لله من قوات تشتغل لحسابك، مش مفيش حاجة ربنا ما يقدرش عليها، وانت بالإيمان مفيش حاجة ما تقدرش عليها، تقدر تغلب كل الظروف، تتحدى كل الشياطين، تطلع فوق كل التجارب. ليس شيء غير ممكن لدى الله، وليس شيء غير ممكن لديكم بإيمان حبة الخردل. كأنك رايح تسحب من ربنا كده زي ما انت عاوز، بالإيمان ده تاخد منه اللي انت عاوز. وده اللي فهمنا التعبير اللي قاله بولس الرسول لما قال أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. كل شيء ازاي وانت ربنا؟ قال ما هو فتح لنا الحكاية كده براحتنا، هو ليس شيء غير ممكن لديه، وقال لنا يلا انتوا كمان ليس شيء غير ممكن لديكم بس بالإيمان. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وبعدين كملها ربنا يسوع، لأنه غالبا التلاميذ على لسانهم يقولوا له طيب نجيب إيمان حبة الخردل ده منين بقى؟ ما احنا بقالنا هو سنتين معاك ولا أكتر ولغاية دلوقتي ما جبناش إيمان حبة الخردل، قول لنا نجيبها منين؟ فيقول وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم. يبقى واضح الارتباط بين الصلاة والصوم وإيمان حبة الخردل. يعني عاوز إيمانك يزيد، امسك في الصلاة، أصل الإيمان ده هدية من السماء، الإيمان ده ثمر الروح القدس. لما تصلي كتير قلبك يعمر إيمان، تتولد فيك حبة الإيمان، تكبر جواك. لما تصوم على قد ما تقدر برضو هنا ربنا بينعم عليك بالإيمان. فيبدو أن التلاميذ بدأوا يؤثروا في الصلاة والصوم، وابتدت الخدمة تستهويهم والمعجزات في ايديهم على طول، فابتدوا يفطروا. فالمرة دي الشيطان وقف لهم وما عرفوش يطردوا. فكان توبيخ للتلاميذ، مش معنى ان انا اديتكم موهبة وسلطان ان انتوا بقى ايه تبطلوا تصوموا وتبطلوا تصلوا وتفتكروا ما فيش حاجة هتقف قصادكم. لا، هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. برضو هذا الجنس إشارة للشياطين. وراء كل نكد ومشكلة في شيطان، ما هو الشيطان يحب يضايق الناس، ربنا يسوع حنين يحب يفرح الناس، إنما اللي يضايق الناس دايما شيطان. ياما بيوت فيها نكد فيها مشاكل، لو كل راجل واعي اعتبر نفسه كاهن البيت وأول ما شاف روح النكد دخله قال أنا لي معركة مع الشيطان، الحكاية مش مع مراتي ولا مع أولادي، الحكاية بيني وبين الشيطان، أنا هديها صلاة وصوم وهطرده من بيتنا. يبقى راجل واعي فاهم الحكاية صح. لو كل زوجة حكيمة فهمت المعنى، المعركة مش مع جوزها ولا مع أولادها ولا مع أخواتها ولا مع جيرانها، المعركة مع الشيطان اللي عاوز ياخدهم كلهم جهنم، عاوز يوقعهم في بعض ويخليهم يكرهوا بعض وينكد عليهم كلهم وفي الآخر كمان يسحبهم مع جهنم. لو هي فهمت وقالت أنا ملياش معركة مع إنسان، أنا معركتي مع جنس الشياطين وأنا عارفة الحل، هي ديتها صلاة وصوم، البيت هيرجع له السلام وهنرجع كلنا أخوات وهنحب بعض وهنغلب الشيطان. هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. والحكاية محتاجة إيمان برضو. لو أنت مصدق أن كل المشاكل تتحل بالصلاة والصوم هتتحل بالصلاة والصوم. لو انت شايف ان كل حاجة غلط تتصلح بالصلاة والصوم، فعلا كل حاجة هتتصلح بالصلاة والصوم. هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاة والصوم. وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. فحزنوا جدا. فلاحظوا ربنا يسوع ابتدى يقولها كتير. يعني الإصحاح اللي فات إصحاح 16 بعد ما بطرس قال أنت المسيح ابن الله الحي والمسيح له المجد، قال له طوباك يا سمعان ابن يونا لحما ودما لم يعلن لك.
وبعدين ربنا يسوع على طول بعدها قال لهم ايه؟ ينبغي ان ابن الانسان يتألم ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. وساعتها بطرس خده على جنبه وقال له حشاك يا رب. فاكرين الموقف ده؟ او في الاصحاح اللي بعده على طول بيعيد نفس المقولة، قال لهم يسوع ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. ليه ربنا يسوع بيعيدها؟ اولا لاهميتها، لان من اجل هذه الساعة قد اتيت ولانها قربت، فمش عاوزها تبقى مفاجأة ليهم، لان ممكن يتخضوا. معقول ربنا اللي مشينا وراه وانتصرنا على كل المشاكل وعملنا كل المعجزات يتمسك المسكة دي ويتزل الزل ده؟ هم تشككوا. فهو منبههم بدل المرة مرات عشان ما يتلخبطوش. فربنا يسوع قصد يديهم خبر صليبه كذا مرة عشان لما تيجي الساعة يبقوا عندهم خلفية، ومع كده برضو تلخبطوا شوي. ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس. واحد يقول لسه بيقول ربنا لو إيمان حبة خردل ينقل جبل. يقوم رب الإيمان نفسه يسلم ليد الناس؟ مش في تعارض بين يكون عندنا إيمان ينقل جبال وبين إن إحنا اللي عندنا الإيمان نبقى كده في إيدين الناس ملطشة؟ مفيش تعارض، لأنه ربنا بيدينا قوة بالإيمان ننقل جبال الشر والظلمة والمشاكل، لكن مش معنى الإيمان مفيش وجود للاضطهاد أو للآلام. لا، مين قال كده؟ الإيمان ما بيلغيش الآلام، الإيمان يقدس الآلام، الإيمان يصبر في الآلام، الإيمان يسند في الآلام. إنما الإيمان ما بيلغيش الآلام، لأن زي ما الإيمان هدية الآلام هدية، فهدية تلغي هدية ليه نخسر كده؟ فربنا يسوع له المجد وهو بيقول لنا خلوا عندكم إيمان زي حبة الخردل وتنقلوا جبال. قال أنا كمان هيسلموني ليد الناس وانتوا وراء مني، لأنه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه. طب بدل فيها إيمان ليه يبقى فيها صليب؟ لا، ما هو الإيمان بالصليب. هنصدق أن ربنا قادر يعمل كل حاجة، لكن هيسمح بصلبان وتجارب وضيقات وجواها محتاجين للإيمان. يسلم إلى يد الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. طبعا كل مرة ربنا يذكر صليبه وموته لازم يذكر قيامته، لأن لو وقفت عند موته بس التلاميذ يترعبوا ويتخضوا ويقلقوا، وهم عارفين أنه مش ممكن يموت إذا كان رب الكل، كيف يموت وينتهي يعني؟ وحتى اليهود كان اعتقادهم كده، أنه متى جاء ابن الإنسان فإنه لا يموت. قال لهم طب ما هو هيموت ويقوم، هيموت عشان يقدم الفدية ويدفع الدين كفارة عن خطايا البشر وبعدين يقوم، لأن الموت ما يغلبوش. فخبر القيامة هو الخبر المفرح في الموضوع ده، إنه حتى لو مات هيقوم. لكنهم حزنوا جدا. هم حزنوا ليه؟ حزنوا لأن هم سمعوا سيرة الموت والقتل ومش راضين يركزوا في خبر القيامة. يعني ربنا يسوع بيقول يسلم ليد الناس ويقتلونه، دي بقى اللي وجعتهم قوي. طب ما تسمعوا الباقي وفي اليوم الثالث يقوم، ما حصلش حاجه. بدل هيقوم يبقى كده النصره معاه بتبقى احلى من الاول كمان. لكن للاسف الناس بتركز على نص المشوار بس. الناس بتخاف من الموت وتحزن من سيرته لان ايمانها ضعيف بالقيامه، لأن مش مركزين على القيامة كفاية. اللي يركز على القيامة يفضل فرحان على طول، اللي يركز على الموت يحزن ويحزن جدا. هنا التلاميذ لضعف إيمانهم، ولسه بيقول لهم عديم الإيمان بسبب ضعف إيمانهم أو عدم إيمانهم، ما سمعوش غير حتة يقتلونه دي فحزنوا جدا. لكن لو ركزوا في كلمة يقوم كانوا يفرحوا قوي. ولما جاءوا إلى كفر نحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا أما يوفي معلمكم الدرهمين؟
قال بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان، ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس: من الأجانب. قال له يسوع: إذن البنون أحرار، ولكن لألا نعثرهم اذهب إلى البحر والقي صنارة، السمكة اللي تطلع أولا خدها، ومتى فتحت فاها تجد إصطارا خذه واعطيهم عني وعنك. احنا ما زلنا في الجليل. الجليل دي المنطقة الشمالية في فلسطين، منطقة كلها قرى وناس بسطاء جدا، وإن كانوا وسطيهم وسط الكتب والفريسيين المتكبرين، وكفر نحوم بلد مشهورة، لكن من البلاد اللي كانت ترفض المسيح. والظاهر كان عندهم نظام اسمه الدرهمين، يجوا ناس زي جبات الضرائب كده مع الزوار اللي جايين، ياخدوا منهم ضريبة درهمين في السنة غالبا، وتسدد غالبا لخزانة الدولة الرومانية، لأن دي مستعمرة رومانية. والبعض بيقول يمكن كانت ضريبة رايحة لحساب الهيكل، لأن الهيكل في أورشليم، احنا في كفر نحوم. إنما في كل الأحوال كان العرف أن أولاد البلد اللي بيخدموا البلد عادي ما بيدفعوش، الأجانب أو الزوار هم اللي بيدفعوا، على اعتبار دول بيستفيدوا من خير البلد لكن ما بيخدموهاش بالشغل والحاجات، نظامهم كان كده. يبدو أن هم استغلوا أن ربنا يسوع مش مقيم في الجليل طول الوقت وبيلف كتير، فاعتبروه أجنبي أو اعتبروه مش من أهل البلد، لأنه من قرية تانية ناصرة الجليل. أو يقال أنه كانوا عاوزين يمسكوا عليه علة برضه، كونوا يتهرب من دفع الدرهمين هتتمسك عليه علة أنه هو ضد الدولة أو ضد القانون. ربنا يسوع له المجد عرف اللي دار بين الذين يأخذون الدرهمين وبطرس. هم الظاهر كسفوا يروحوا يكلموا المسيح وجها لوجه، فمسكوا بطرس عارفينه قريب ليه، وقالوا له: هم معلمكم مش هيدفع الدرهمين؟ فيبدو بطرس خاف وكش، قال لهم: طبعا يدفع، حاضر، بلا يعني حاضر. فأول ما راح لربنا يسوع، ربنا يسوع على طول عارف اللي بيحصل، فسأله هو، بادره بالسؤال، قال له: يا سمعان، ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، من بنيهم ولا من الأجانب؟ يعني عاوز يقول له القانون إيه يا حبيبي، هما بياخدوا الفلوس من مين؟ هنا تلاحظوا أن ربنا يسوع له المجد، طيب جدا لكن حقاني كمان، يحب الصح. قال له: هو النظام إيه؟ بياخدوا الفلوس من مين؟ قال له: بياخدوها من الأجانب. قال له يسوع: إذن البنون أحرار، يعني أولاد البلد مش مفروض يدفعوا بما فيها طبعا ربنا يسوع لأنه ناصري من الجليل، وبما فيها بطرس لأنه راجل جليلي كمان، وقت الصليب هيقولوا له: لغتك تظهرك إنك جليلي. فإذن هنا الحق مع ربنا يسوع أن يقول له: روح قل لهم إحنا مش هندفع، إحنا أولاد البلد. ليه ربنا ما عملش كده؟ قالها في كلمة واحدة، قال له: لألا نعسرهم. نعسرهم يعني إيه؟ هم يمكن عاوزين يمسكوا زلة، هيبتدوا يقولوا كلام المسيح مش راضي يدفع اللي عليه مع أنه هو مش علي حاجة، أو هيتقال أن أنا بهيج الناس عشان تكسر القانون وأنا ما عملتش كده، أو يفتكروا أن أنا بحب الفلوس وبستخسر أدفعها، وطبعا ده مش عندي، عشان لا يعصروا أرخص حاجة هي الفلوس. وطبعا ربنا يسوع ما معهوش فلوس، وبطرس الثاني معهوش فلوس برضه، قال ده هي حلها بسيطة قوي، روح خد صنارتك، هي لسه معك، روح خد الصنارة وارميها في البحر هتطلع لك سمكة بسرعة، تفتح بقها تلاقي استار. استار دي عملة، ويبدو ان العملة دي 4 درهم، فقال له تاخدها تدفع عني وعنك كمان. هنا يبان كذا معنى مهم. اولا، لابد لنا ان نكون على دراية بقوانين البلد اللي احنا عايشين فيها ونحترمها
ونكون أمناء تجاه الدولة وتجاه القانون، نكون أمناء، ما لقيصر لقيصر، ده حق ربنا علينا، ومحدش يمسك علينا غلطة قانونية وإلا نبقى مش بنمجد ربنا. إحنا أول ناس نلتزم بالقانون ونحترم القوانين والدولة والنظم، ده مبدأ مسيحي مهم جدا، المسيحي مواطن صالح. وأيضا نراعي أن نفهم صح، دائما نراعي أن إحنا نتفهم صح. لو هيفهمونا غلط في تصرف إحنا نيجي على نفسنا بس يفهمونا صح. ربنا يسوع جه على نفسه وعلى حقه وقال لألا نعسرهم، ما جاتش في فلوس يا حبيبي. حاجة كمان، اوعى تعول هم الفلوس اللي هتسد بيها التزاماتك الحياتية العادية، دي آخر حاجة، دي هتجيلك لوحدها، دي هتبقى تفتح السمكة هتلاقي بقها الإصدار. يعني ما تعولش هم الفلوس أبدا، ما تخليكش تتنازل عن رسالتك. ربنا يسوع له رسالة، وبطرس في ديله دلوقتي خلاص مكرس وتلميذ، قال له مش معنى كده هنسيب شغلنا وخدمتنا ونروح نشتغل صيادين عشان نجيب قرشين، لا الموضوع أبسط من كده. إن كان إحنا بتوع ربنا يبقى ربنا مسؤول عننا، واللي عاوز حاجة مننا يجي ياخدها، ما عندناش مشكلة، لأن ربنا خيره كتير قوي. فهنا القصة دي مليانة معاني، فيها أولا معرفة الحق والقانون باحترامه، فيها أيضا لألا نعسرهم مراعاة منظرنا قدام الناس، لا محدش يمسك علينا كلمة. فيها مبدأ كمان، ما تعولش هم الفلوس خالص، ما تخافش ما تكشش، موضوع ده بسيط قوي هيجي لوحده، بدل ضميرك صالح عاوز ترضي ربنا وترضي القانون بعد ربنا، انت ما تعولش هم الفلوس، هتلاقيه جوه سمك، يعني هتلاقيه جاي لوحده، لان انت مش بتجري ورا الفلوس ولا عاوز تتهرب من دفع الضريبة. لألا نعثرهم اذهب الى البحر والقي صنارة، والسمكة اللي تطلع اولا خدها. خلي بالكم من حكاية تطلع اولا، يعني هنا مفيش صدفة بقى، مش سمكة صدفة يفضل يفتح سمكة سمكة يدور، لا ده اول سمكة، عشان كده المرة دي قال له صنارة مش شبك، بطرس الصياد بتاع شبك، انما المرة دي مش محتاجة شبك، قال له دي صنارة واول ما تحطها هتطلع على طول، لأن الموضوع ده مش عاوزين يشغلك زيادة، أمور هذه الحياة ما تاخدش من عقلك كتير ولا من وقتك كتير، خليك معانا، خلينا نكمل اللي ورانا. كمان كلمة البنون أحرار، كلمة جميلة لها معاني روحية. لما بيقول له هما بياخدوا الجزية من فين، الأجانب ولا البنين، قال له من الأجانب، قال له إذن البنون أحرار. لما تبقى عايش عيشة البنين تبقى حر من الاهتمامات الدنيوية ومن القلق ومن الخوف ومن الصدام مع القانون ومن المخاطرة، انت حر من الكلام ده. يعني ايه؟ عيش كابن لله تلاقي الدنيا تحت رجليك، عيش تمتع ببنوتك لربنا تبقى حر، ما تبقاش الفلوس كسر عينك ولا زلاك ولا عيل همها ولا خايف عليها ولا قلقان ولا بتحسب كتير ولا بتقول ده حقي ومش حقي، ده كلام كله صغير، كلام صغير. البنون أحرار، خليك من البنين عشان تعيش حر. إنما لو أجنبي عن ربنا، لو بعيد عن ربنا، طبيعي بقى الضرائب تهد حيلك والفلوس تأذيك والقلق يغلبك وتبقى دايما كده متأيد، مش عايش في سلام. إنما لما تكون مصالح ربنا وابن لربنا تعيش حرية مجد أولاد الله. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.